السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الأخوة والأخوات في كل زمان وفي كل مكان، أتمنى لكم أن تكونوا في هناء وسعادة وراحة واطمئنان وعافية إن شاء الله حيثما كنتم وأينما كنتم. النهاردة إحنا بنتكلم عن موضوع مهم هو بيمسنا جميعا، هو موضوع الكورونا مرة أخرى، وموضوع اللي هو ما هي العلاقة بين الكورونا وبين الدين مرة أخرى، وما هي العلاقة بين الكورونا وسفيرة عزيزة. وقد يستغرب البعض لهذه المسميات، لكن لكل مسمى من هذه المسميات شيء في الكلمة التي سأتحدث فيها معكم. سأقيم حديثي معكم على تسعة محاور أرجوكم تتابعوني فيها. المحور الأول، هل الكورونا جائحة؟ المحور الثاني، ما علاقة الكورونا بالجوع؟ المحور الثالث، هل الكورونا ستهاجمنا مرة أخرى في الخريف، يعني في سبتمبر في أكتوبر في نوفمبر إلى آخره؟ المحور الرابع، هل نحن مستعدون لهجمة أخرى من هجمات الكورونا في الخريف؟ المحور الخامس، لماذا الهلع الزائد من كورونا والجوع والأمراض تحصد الملايين من البشر كل سنة؟ المحور السابع مرتبط برجال الدين في العالم الإسلامي، وما آثار يعني ما مدى تفاعل الدوائر الرسمية الدينية المسلمة مع كورونا؟ والمحور ده المحور السادس. المحور السابع بيتحدث على آثار هذه الإجراءات التعسفية من رجالات الدين في العالم الإسلامي على المجتمعات. المحور الثامن، العلاقة بين السفيرة عزيزة والكورونا. المحور التاسع اللي هو الحل. يبقى في تسع محاور هتكلم فيهم. نبدأ بالمحور الأول اللي هو هل الكورونا جائحة أم لا؟ هل الكورونا جائحة أم لا؟ هناك نظريتان، الأولى تقول أنها جائحة بالأرقام، أرقام المرضى، أرقام الموتى، أرقام المتعافين، لا مجال للشك في هذا. هذا من جانب. والجانب الآخر يقول أنهم اكتشفوا هذا المرض منذ عشرات السنين أو 10 سنين أو 15 سنة، حتى أن الأدبيات في الدراما الأمريكية وهوليوود إلى آخره أفرزت بعض المسلسلات الدرامية القائمة على الخيال العلمي. وفي رابط عندكم في الصفحة يتحدث عن هذه المسلسل التي قالوا فيها أن المرض اسمه كورونا أو الجائحة اسمها كورونا، وأنها تأتي من الصين، وأنها تنتقل بالحيوانات، وأنها تحتاج لتباعد اجتماعي، وأنها في نفس الوقت تحتاج إلى الكمامات، وفي نفس الوقت تحتاج إلى العلاج بحاجة اسمها الكلوروكوين اللي هو العلاج للملاريا. كل هذه الأشياء موجودة منذ سنوات. فهل الخيال العلمي كان خيال علمي قائم على حقيقة أو خيال علمي قائم على سبب؟ ده بالنسبة للمحور الأول، بالنسبة هل الكورونا جائحة أم لا. هي طبعا بالنسبة لنا احنا في أرقام فعلية داخل المجتمعات تؤكد أنها ليست فنكوش، أو ليست بالتالي يعني إيه نظرية مؤامرة فقط. والأرقام دي في أكثر من 7.5 مليون إنسان أصيبوا بها، في 3.5 مليون تعافوا، يعني حوالي 49%، في كذلك 440,000 430,000 ماتوا، يعني 5.6% إلى آخره. طبعا ده أرقام حقيقية لا تستطيع أن تكذب، خلاص أرقام حقيقية لا تستطيع أن تكذب. فلما نتكلم إحنا عن علاقة المحور الثاني وعلاقة الكورونا بالأمراض وخاصة الجوع وخاصة عدد الموتى في العالم، عدد الموتى الذين يموتون في العالم، نجد أن حسب كم قلت أكثر من مرة، حسب إحصائيات منظمة البرنامج الغذائي العالمي في 2018، 821 مليون نسمة يعانوا من الجوع، يموت منهم كل ثانية شخص، يموت كل سنة أكثر من 35 مليون. ده إحصائيات في 2018 لا نتناقش فيها، ده بالنسبة لبرنامج الغذائي العالمي. بالنسبة لعدد الموتى في العالم، أنا جبت الإحصائية دي اليوم بالساعة والثانية والتاريخ، ساعة 1:44 بتوقيت لندن، كان عدد سكان العالم 7.794 مليون وبعض الكسور.
عدد المواليد في هذه الساعة اللي هي 1/41 يوم 30/6/2020 69,671,200. عدد الموتى إلى هذه اللحظة في هذه الساعة 92,250. عدد الوفيات العام منذ 1 يناير إلى 30 يونيو في هذه الساعة اللي هي الساعة 1:44 كان 29,249,730 إنسان. فدي أرقام حقيقية تتحدث عن الموت والموتى وأرقام الموتى. احنا بنتكلم عن 420,430,000 ماتوا من الكورونا في خلال 7 أو 8 أشهر. احنا أعلن عن الكورونا في ديسمبر في العام الماضي، قد يكون بدأ يتفشى هذا الوباء قبل ديسمبر والله أعلم. ده بالنسبة لعدد الموتى والنسبة لعدد الجوع. ندخل في بعض الأمراض المتخصصة لكي نرى الفارق أو ماذا تحصد هذه الأمراض من أرواح داخل منظومة الإنسانية في العالم. المرض الأول هو مرض السرطان. بناء على تقارير منظمة الصحة العالمية في 2018 قالوا إن عدد من ماتوا بالسرطانات المختلفة 9.1 مليون نسمة في 2018. بالنسبة لمرض الملاريا، في يوم الملاريا العالمي في 2018 منظمة الصحة العالمية أيضا قالت أن عدد المصابين بالملاريا في العالم 216 مليون إنسان، منهم 192 مليون إنسان داخل القارة الأفريقية، وقد مات من هذا المرض أو هذه الجائحة كذلك 445,000 في عام 2016. ده بالنسبة لمرض الملاريا والضغط على أفريقيا وكذلك العالم كله في علاج مرض الملاريا. ننتقل لمرض آخر وهو مرض الإيدز أو نقص المناعة الإيدز. في اليوم العالمي للإيدز في 30/11/2019 في الأمم المتحدة وكذلك منظمة اللي هي أطباء بلا حدود قالوا أن عدد مصابين بمرض الإيدز 37 مليون و9 من عشرة، وعدد من أصيبوا في 2017 في 2018 1.7 مليون، يعني 1.7 مليون أصيبوا بمرض الإيدز في 2018 حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية وكذلك أطباء بلا حدود. أما عدد الموتى من مرض الإيدز فهو يساوي ما لا يقل عن 770,000 إنسان ماتوا في 2018. يبقى احنا بنتكلم عن الإيدز يحصد حوالي 770,000، عن السرطان يحصد حوالي 9.1 مليون، عن اللي هو الملاريا تحصد 445,000. من أمراض القلب، أمراض القلب تمثل 31% من عدد الوفيات على مستوى العالم، وكانت في عام 2015 مات من أمراض القلب 17.7 مليون إنسان، 17.7 مليون إنسان وفق تقرير منظمة الصحة العالمية الذي أصدر في 17/5/2017 يبقى عدد من ماتوا من أمراض القلب 17.7 مليون نسمة وفق تقرير منظمة الصحة العالمية الذي أصدر في 17/5/2017. بالنسبة للحصبة، عدد الموتى ما بين 2015 و2020 بالإشارة للصحة العالمية في التقرير في 5/12/2019 بيساوي 20.3 مليون نسمة. أنا بحط الأرقام دي قدامنا ليه؟ عشان نقارن مثل هذه الأرقام والهلع الذي لم يحدث لنا بموت كل هؤلاء والهلع الذي يحدث لنا الآن من جائحة الكورونا. المرض الأخير وليس الأقل، الإنفلونزا. أيضا منظمة الصحة العالمية في 13/12/2017 قالت أن عدد الموتى من الأنفلونزا قرابة 650,000. يعني احنا بنتكلم على مئات الآلاف، بنتكلم على الملايين، بنتكلم على عشرات الملايين من الموتى كل سنة، والحال والآن نتكلم عن هذا الهلع والخوف الشديد من الكورونا إلى آخره. بدي النقطة الإيه اللي هي الثانية اللي هي الكورونا والجوع والكورونا والأمراض. طيب، هل لو الكورونا هجمتنا مرة أخرى في خريف هذا العام؟ خريف يعني إمتى؟ دلوقتي في 30 يونيو، يعني إحنا بنتكلم عن يوليو أغسطس سبتمبر، يعني بنتكلم عن أكتوبر نوفمبر
يعني اكتوبر سبتمبر اكتوبر نوفمبر ده الخريف. هل لو الكورونا ضربتنا مره اخرى والعياذ بالله كما يتوقع البعض، هل نحن مستعدون لهذه الضربه او هذه الهجمه او هذه الشوطه مره اخرى ونستعدون لها ولا لا؟ هل احنا مستعدين لهذه من الناحيه الطبيه، الامكانيات الطبيه، الامكانيات الاقتصاديه، الامكانيات الاجتماعيه الى اخره الى اخره الى اخره؟ يعني حتى الحاله النفسيه للشعوب والمجتمعات هي مستعده ان تواجه هجمة شرسة أخرى من الكورونا؟ وهل ستكون هذه الهجمة في الخريف إن صدقت، الله إن شاء الله نتمنى أن تصدق، إن صدقت هل ستكون أسوأ من الهجمة التي ضربتنا في شهر مارس وإبريل ومايو ويونيو ولا لا؟ ده بالنسبة للتوقع الثالث اللي هو المحور الثالث أو المحور إيه؟ المحور الثالث والمحور الرابع والثالث والرابع. الثالث والرابع اللي هو هل هتكون في هجمة من الكورونا في الخريف، وهل احنا مستعدين لمثل هذه الهجمة من كل النواحي المجتمعية ولا؟ المحور الخامس بنتكلم فيه على الهلع، العالم خايفة لركبها، يعني يتكادوا يتبولوا على أنفسهم تبولات غير إرادية، يكادوا يتساقطون كالناموس والعموش إلى آخره من الخوف، من الخوف كل خايف مرعوب. فهل ليه احنا مش خايفين من الجوع؟ لان الجوع يا شباب بيضرب مين؟ بيضرب الفقير وبيضرب النازح وبيضرب البائس وبيضرب المتشرد وبيضرب اللاجئ وبيضرب كل هؤلاء المجموعات المهمشة داخل المجتمعات. ومع ان علاج علاج الجوع سهل، اما الكورونا لما بتيجي دلوقتي وبتخبط على الابواب لا تفرق بين غني وفقير وقوي وضعيف وصحيح ومريض وذو جاه وسلطان ومن لا سلطان له. فلذلك علية القوم هم جزء من الهلع لانهم اصبحوا يخافوا على مقدراتهم وعلى حياتهم وعلى ممتلكاتهم. ده جزء من الاشياء دي كلها. لماذا الهلع، كل الهلع اللي بنتكلم عنه ده؟ وإذا قارنا المصابين والمعافين من الكورونا بما تحدثنا عنه من قبل في خلال العشر دقائق الماضية، ما احناش عندنا نفس الهلع من الأمراض الأخرى. هل الهلع ده لأن الحكومات عامة اتفقت أو بعض الحكومات أو الكثير من الحكومات على توجيه الشعوب، توجيه الشعوب إلى الخوف لكي ينشغلوا بأنفسهم وحياتهم ولا ينشغلوا بالمناخ السياسي، المناخ الاقتصادي، المناخ الاجتماعي والفساد الحاصل في كثير من الدول؟ قد تكون هذا التوجه توجه مساق أو موجه من بعض الحكومات أنها تخوف الشعوب وتحول الشعوب والمجتمعات إلى كتل سكانية ثم كتل صغيرة بشرية ثم أفراد ليس بينهم أي نوع من أنواع التواصل أو التكامل، يسهل برمجتهم ويسهل قيادتهم ويسهل توجيههم، وتتحول هذه الشعوب إلى هذه الشرذمات البشرية التي لا تصبح منتجة، فيتحكم في حياتها من في أيديهم خيوط الإنتاج. ده بالنسبة للهلع والخوف. ايضا بالنسبه للهلع والخوف نتيجته ايه؟ هنفقد الثقه والتواصل ما بيننا وبين الاقارب والجيران والاصدقاء والمعارف، فهنصبح اكثر عرضه للخطر من الكورونا نفسها. هصبح انا ريحه في مهب الريح، سوري ريشه في مهب الريح، ليس لي قيمه ولا شيء الا انني حينما تاتي الريحه بما لا تشتهي سفن اسير مع الريح وأسير مع الجو، وليس لي قيمة ولا قامة ولا ثقافة ولا تاريخ ولا قيم ولا أخلاق إلى آخره إلى آخره إلى آخره. فهل هذه الأشياء هي سبب الهلع الزائد الحادث علينا من الكورونا؟ لا. طيب ننتقل للنقطة السادسة اللي هي إيه؟ المحور السادس اللي هو رجال الدين والدوائر الدينية، خاصة في الدول التي غالبيتها من المسلمين. نشكرهم لأن التفاعل بتاعهم مع هذه الجائحة كان تفاعل احترازي،
تفاعل احترازي، جزاهم الله خير، فأغلقوا المساجد، علقوا الشعائر كشعيرة العمرة، علقوا أيضا الفرائض كفريضة الحج، منعوا الصلوات الجماعة في المساجد لأشهر، منعوا الاحتفالات الدينية برمضان وبعيد الفطر إلى آخره إلى آخره إلى آخره، منعوا التجمع داخل المساجد أو خارج المساجد من أجل تلقي الدروس الدينية. ده شيء جيد لو طبق على كل مؤسسة دينية وغير دينية داخل مثل هذه المجتمعات، لكن كنا نجد على النقيض أن داخل مثل هذه الدول التي تدعي أنها دول يعني مسلمة أو مجتمعاتها مسلمة، ماذا تفعل قبل رمضان وأثناء رمضان بالنسبة لتصوير المسلسلات والبرامج والدراما التلفزيونية؟ كانت على قدم وساق، وأوجدوا إليها المعاذير، حتى أن اكتظاظ الاستوديوهات داخل مثل هذه الأماكن دون وجود تباعد مجتمعي ودون وجود كمامات كان واضحا 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 واضحا. يعني هنا في خيار وهنا في فقوس يكيلوا بمكيالين، دي نمرة واحد. نمرة اثنين، أن الأسواق مثل هذه الدول كانت تكتظ بالباعة وتكتظ بالمتسوقين وتكتظ بالمارة وتكتظ بالمتسكعين دون وجود أي احترازات في الكمامة أو في التباعد الاجتماعي. نجد أن اللي هو المواصلات العامة في الأتوبيسات أو في التاكسيات أو في ميكروباصات أو في اللي هو المترو او الاندر جراوند نتكلم عليه كان بردك مكتظه في مثل هذه الاماكن، لكن المساجد مغلقه 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 مغلقه. نجد ان الحكومات سمحت للقطاع الخاص ان يمارس عمله خوفا عن الاقتصاد، خاصه عمال الانشاءات الكبيره الذين هلك يعني مات منهم الكثير في هذه الاونه. النقطة السادسة بالنسبة للكيل بمكيالين ما بين المؤسسة الدينية أو المؤسسات الدينية الإسلامية والمؤسسات الأخرى، أن هذه الدول سمحت بمجيء أفواج أجنبية من السواح دون حجر صحي ليتنعموا بالهناء والسعادة داخل مثل هذه الدول، وغير ذلك الممارسات لم تطبق فقط إلا على المؤسسات الدينية خاصة المساجد. أنا بستثني منها الكنائس، لكنها لم تعامل بنفس الشدة والصرامة والحماسة والعنف كما عملت المساجد في هذا الوقت، حتى أن بعض هؤلاء اللا مسؤولين واللا فقهيين الذين أرادوا أن يفتوا للمسلمين أن يفتروا قبل أن يأتي شهر رمضان. أنا مش هخش في القضايا الفقهية لأن أنا لست بفقيه شرعي، ولكني ممن أفهم في الفقه المجتمعي والله أعلم. الآن 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 الحمد لله رفعت الحظر ورفعت اللي هو الحجر في كل منحة من مناحي الحياة المجتمعية داخل هذه المجتمعات، في السينمات والمسارح والأسواق والمقاهي والمولات إلى آخره إلى آخره إلى آخره إلى آخره، إلا المساجد التي سمح لها فقط منذ يوم أو يومين في بعض هذه الدول بالصلاة على استحياء، وليس صلاة الجمعة إلى اليوم. صلاة الجمعة لم تصلى في مثل هذه البلاد إلى يومنا هذا. فحتى الأفواج السياحية سمحت لها والطيران بدأ يتحرك إلى آخره إلى آخره إلى آخره. فلماذا نكيل بمكيالين؟ لماذا نكيل بمكيالين وإيه؟ ونعامل المؤسسة الدينية أو الجمعيات الدينية الإسلامية من المساجد معاملة أخرى غير باقي هذه المؤسسات المجتمعية في بلادنا؟ حينما نظرنا لمثل هذا، ما هي آثار هذه الإجراءات التعسفية على إغلاق المساجد
التي ممكن أن تحدث ونتمنى ألا تحدث، اللهم لا تحدث بإذن الله سبحانه وتعالى، لا تتمنى أن تحدث، ولكننا علينا أن نتوقع أن الضغط قد يولد الانفجار، والشدة قد تولد العنف. فلذلك ما هي الآثار أو الآثار هذه الإجراءات التعسفية على الانقسامات المجتمعية؟ قد ينقسم المجتمع إلى مجتمعين، جزء كبير منه اللي هو بنسميه المواطنين المواطنون البيولوجيون أو المواطنين البيولوجيين. ما معنى هذه الكلمة؟ هو مواطن لا يهتم فقط إلا بشيء واحد، رغباته التي تطلبها منه جوارحه كالأكل والشرب واللبس والسكن والتكاثر والتناسل إلى آخره، والتلذذ بما له ولها من أشياء في الحياة. أما المجتمع الذي حوله فهو لا يكترث أو هي لا تكترث بهم. وهذه الفئة، القسم الأكبر من أبناء كثير من الشعوب العربية، بتساوي 50 إلى 60% أو ما يسمونه الآن بحزب الكنبة، اللي هو قاعد على الكنبة بيمخمخ ويسلطن ويوجه ولا يشترك في أي شيء، ويحلم بالحل دون أن يكون هو جزء أو تكون هي جزء من الحل. ده القسم الأكبر. القسم الثاني هينقسم إلى ستة مجموعات. المجموعة الأولى هي مجموعة التعلم، مجموعة وقفت لأنفسها لكي تتعلم ذاتيا من الفقهاء الدينيين الموثوقين وفقهاء علوم الاجتماع وعلوم السياسة والاقتصاد، لكي يستطيعوا أن يحافظون على مسيرة مجتمعاتهم. هذه أول مجموعة من المجاميع الستة في القسم الثاني. المجموعة الثانية من المجاميع الستة اللي هي مجموعة اللي هي الانضمام إلى الحلقات. في مجاميع أخرى هي غير قادرة، مجموعة من الشباب غير قادرين على أنهم هم يستنبطوا ويقرأوا لوحدهم، فيذهبوا إلى حلقات على طريق أو مشاركات عن طريق التواصل الاجتماعي، سواء كانت في العلوم الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية أو الدينية، علشان يفهموا من الموثوقين. يبقى في المجموعة الأولى اللي هي مجموعة اللي هو التعلم، الثانية مجموعة الانضمام. المجموعة الثالثة هي مجموعة الإصابة. يعني إيه إصابة؟ يعني المجموعة دي ستصاب بإحباط وانطواء وانعزال. لماذا؟ لفقدانهم الثقة في القائمين على أمور الدولة والدين في البلاد التي يعيشون فيها. يبقى في تعلم، في انضمام، في إصابة، أصيبوا بالإحباط. المجموعة الرابعة هي مجموعة التحول. ما بعد الإصابة ستتحول بعض الشباب داخل هذه المجموعة إلى التشدد والتطرف، وكردة فعل لازدراء المسؤولين في مثل هذه البلاد لدينهم الحنيف. يبقى احنا اتكلمنا على مجموعة التعلم، اتكلمنا على مجموعة الانضمام، اتكلمنا على مجموعة الإصابة، ونتكلم عن مجموعة التحول. يتحول هذا الإنسان المواطن إلى إنسان متطرف إلى آخره. المجموعة الخامسة هي مجموعة الاستقطاب. ممن؟ من جماعات مشبوهة تستطيع أن تستغل أو تستقطب هؤلاء الشباب والشابات الصغار في ابتزازهم في أعمال غير إخلاقية، كما رأينا في كثير جدا من منصات التواصل الاجتماعي. المجموعة السادسة والأخيرة وهي مجموعة التجنيد، والتي فيها سيجند بعض الشباب من خلال من؟ من خلال الجماعات الإرهابية والمجموعات المتطرفة، وتحول مثل هؤلاء الشباب الثائر الغاضب إلى مجموعات إرهابية خاساقتين على القائمين في مثل هذه البلاد، وخاصة رجالات الدين منها. هذه ست مجموعات داخل القسم الثاني. يعني القسم الأول اللي هو حزب الكنبة أو الميولوجين، والقسم الثاني اللي هو بيتحول إلى هذه الستة مجموعات، وهذكرهم مرة أخرى. هي مجموعة التعلم الأولى، مجموعة التعلم للأولى، ثم مجموعة اللي هو الانضمام، ثم مجموعة الإصابة، ومجموعة التحول، ومجموعة الاستقطاب، ومجموعة التجنيد. دي قد تكون الصورة. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن أكون أنا مخطئا في تصوري هذا. طيب، فما يقوم به هؤلاء اللامسؤولين الذين لا يفهمون لا في الدين
ولا في الفقه المجتمعي ولا في دروب المسالك العمل المجتمعي وحاجيات المجتمع. ها اتمنى شوف ما هم ما يقوم به ما قاموا به في فتره ال14 ماده قد يؤدي الى التالي او ادى الى التالي في حد ذاته، يؤدي الى التطرف والتشدد، الانطواء، الانعزال، للاحباط، التقسيم المجتمعي، ازدياد العنف المجتمعي، ومن ثم القيام باعمال ارهابيه يقوم بها القله 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 القليله من هؤلاء الشباب الغير فاهمين على الدين والساقطين على مثل هؤلاء الناس. يبقى احنا بالتالي ازدياد الحماس في اغلاق المساجد وازدياد الحماس في التشدد على المسلمين وعدم إقامة الشعائر قد يكون لي أصل، لكن الزيادة خطر، لأن في الناحية الثانية كان في انفتاح. ده بالنسبة للمحور السابع، محور رجالات الدين في العالم الإسلامي، وكذلك اللي هو آثار هذه الإجراءات التعسفية على المجتمع. طيب نرجع بقى للنقطة الثامنة اللي هي إيش دخل كل هذا في هذا في ذاك في كله، في حاجة اسمها السفارة العزيزة. السفارة العزيزة ده كان فيلم في عام 1961 أنتج في مصر، وكانت بطلته اللي هي سعاد حسني وشكري سرحان وعدلي كاسب وداد حمدي وعبد المنعم إبراهيم. القصة بتدور حوالين جزار، يمكن هو موجود في الصورة بتاعت الإعلان. الجزار ده كان ظالم لأخته، ظالم لزوجته، ظالم للمجتمع، وكان قاسي جدا، وكان يعني سيء الأخلاق. وسكن عنده هذا المدرس اللي هو شكري سرحان، وكان المدرس ده زميل كان سكن عند هذا الرجل من قبل، وعانى منه أشد الأمرين. فلما عرف الزميل اللي هو الأستاذ الآخر اللي هو عبد المنعم إبراهيم بهذه القصة، وهو يعني يعرف أن هذا الظالم يبيع لحوم خارج سعر التسعيرة وخارج اللي هو قد تكون لحوم فاسدة، فذهب للأمن وأخبرهم بهذا الأمر، وراح لزميله علشان يأتي الأمن فيقبل على هذا الرجل متلبس بأنه بيبيع لحوم مش مختومة ولحوم قد تكون فاسدة. الجزار ذكي طبعا، مش طربوش جزار. فلما رأى هذا الصديق اللي كان ساكن عنده من قبل يذهب مع صديقه يطلع على الشقة، فبدأ يفكر، ثم رأى بعض الناس يجلسون على المقهى التي بجوار مقصبه أو اللي هو الدكان بتاعه اللي بيبيع فيه اللحمة، شكلهم غريب، فبدأ يفكر أن هؤلاء رجال أمن، يبقى في شيء بيطبخ له، شيء دبر بليل. فأتى ببعض غلمانه وقال لهم اختلقوا معركة لكي نشغل رجالات الأمن عن أن أنا هطلع أقتل هذا الإنسان الذي أراد أن يحاربني في قوتي وقوت أولادي. وفعلا نشأت معركة في الحارة، وانشغل البوليس بها، وانشغلوا عن الرجل الموجود في الشقة فوق إلى آخره. القصة هنا معناها إيه؟ معناها بمنتهى السهولة، هل الكورونا دي هي تعتبر غطاء اللي نسميه بالإنجليزي كاموفلاج، غطاء ما يخطط لإعادة تقسيم مجتمعات بعينها، دول بعينها، جغرافيا، ديموغرافيا، ثقافيا، اجتماعيا، إقليميا، إلى آخره، إعادة تشريد مثل هذه المجتمعات داخليا بالنزوح وخارجيا باللجوء؟ هل هي بتغطي، هل هناك أشياء تحاك للعالم، وخاصة في بعض المناطق اللي هي من أهم المناطق فيها بالنسبة لي أنا، منطقة الشرق الأوسط اللي فيها حوالي 400 مليون عربي نتكلم فيها، هل هذا الفيلم بتاع سعاد حسني بتاع اللي هو السفير عزيزة هو الغطاء للمعركة اللي عملها الجزار عشان يلهي الشعوب ويلهي المفكرين ويلهي عمال المجتمع عن ما يخطط لمثل هذه المجتمعات؟ ها والله أعلم، كل شيء متاح ومباح للنقاش. ننتقل للمحور التاسع. المحور التاسع اللي هو الحل، والحل عندي فيه جزئين، جزء اللي هو آني وجزء اللي هو مرحلة مستقبلي. لكن قبل أن نذهب إلى الحل، أرجوكم وأتوسل إليكم أن تنظروا إلى أن المريض بمرض الكورونا ليس جربة
ليس جربة، ليس جربة، هو إنسان أو هي إنسانة تعاني من 5 أو 6 أمراض. أولها مرض عضوي اللي هو بيصيب الرئتين أو الجهاز التنفسي، فبينهي قوة المصاب بهذا المرض. نمرة 2 مرض نفسي، لأنه بيجعلهم غير قادرين على التعامل مع الآخرين خشية انتقال العدوى إليهم. الثالث مرض اقتصادي لعدم قدرتهم على الكسب. الرابع مرض اجتماعي لعدم قدرتهم على التواصل مع الآخرين. الخامس مرض شعوري لإحساس هذا المريض بأنه عالى على الآخرين، وهم شباب، كثير منهم شباب في سن الشباب، أصحاء وأقوياء. كل هذه المنظومة من الأمراض التي تخبط وتضرب وتنهك قوى المصابين بالكورونا يجعلنا نكون ألطف وأرحم وأكثر صبرا عليهم مما أن نتعامل معهم كجربة. جربة، استغفر الله العظيم. في بعض الأمثلة الخاطئة في بعض الدول شفناها، يعني أن في بعض القرى أو أهل بعض القرى من الجهل بمكانها أنهم كانوا يرفضون أن تأتي إحدى المصابات المتوفيات بمرض الكورونا لكي تدفن في قريتها. ما هذا الجهل؟ ما هذا الجهل؟ وما هذا العنف؟ وما هذه النفوس المريضة؟ دي نمرة 1. في بعض الدول أيضا كان سكان أو قاتلين في العمارات لا يسمحون لبعض السكان المصابين بالكورونا لما رجعوا، عايزين يرجعوا الشقة بتاعتهم، فعين طلعوهم. ايه الجهل ده؟ ايه الحقد ده؟ ايه الدغينة دي؟ ده انا مريض. عوضا عن ان تتقربوا الي بالحسنى وتتلطفوا الي لكي اشفى، تشفى نفسي قبل ان يشفى جسدي، تعزلوني عن المجتمع. بل بالعكس، كما قيل في بعض اللقاءات مع هؤلاء المصابين بالكورونا، انهم كانوا بيقطروا عليهم الميه عشان خايفين ان الميه اللي تروح لهم دي تجيب لهم مرض الكورونا. شوفوا المصيبه قد ايه. والناس دي في مناطق راقيه ويقال انهم متعلمين، حاجه يعني مقرفه، حاجه مقرفه. بل كانوا بيرفضوا انهم يطلعوا لهم، لما تيجي المحلات يقولوا المحلات بتاعت الاكل او بتاعت اللي هي السوبر ماركت ما تطلع لهمش هناك، دول عندهم كورونا، فيخوفوا العمال. يا اخي الناس هتموت، يعني كن انت رحيما عليهم. المهم، مثل هذه الاشياء تجعلنا نقول ان في مشكله وعي مع مشكله جهل اصلا في المجتمعات، حتى لو كان هؤلاء الناس هم من اصحاب الشهادات العليا، دكتوراه او ماجستير او بكالوريوس الى اخره الى اخره. الشهاده شيء، والوعي المجتمعي والتعلم المعرفي شيء آخر. فأرجوكم لا تتعاملوا مع إخواننا وأخواتنا من مرضى الكورونا على أنهم جربوا. دي اللي هو ندخل في الحل بقى. الحل عندي جزئين. الجزء الأول بتكون من 10 نقاط. شايفين كده صوابع العشرة؟ 10 نقاط. الأولى أن نتعامل مع دور العبادة كمؤسسات مجتمع مدني بنفس المقدار من الاحترام والتقدير والحرية التي نتعامل بها مع المؤسسات الأخرى. يعني أنا التلفزيونات أهم من المسجد، الاستوديوهات أهم من المسجد، شفتوا بقى؟ احترام مشاعر المسلمين دي نمرة 2، وإقامة شعائرهم الدينية وعدم التسلط في تسليط الضوء عليهم وإقصائهم من مجتمع هم غالبية فيه. نمرة 3، فتح مجال الدعوة لرفع الوعي على كافة الأصعدة، خاصة من خلال المؤسسات الدينية الراسخة في العالم العربي والعالم الإسلامي. وأضرب المثل بأعرق جامعة موجودة هناك، هي جامعة الأزهر الشريف. نمرة 4، في الحل الكف عن الاستهزاء. أخي استهزاء بالدين الإسلامي، وخاصة من هؤلاء الرويبضات الذين يقدمون برامج تلفزيونية وهم أجهل من دابة. بل بالعكس، الدابة تعرف دورها في الحياة
وهاتيك الرويبدة أو هذا الرويبد لا يعرف دوله في الحياة. نمرة خمسة، إبراز نوع آخر من العلماء غير الذين يبرزونهم لنا لكي يكون هناك حوارا أو حوارات ذات وجهات نظر مختلفة، الرأي والرأي الآخر. قد يكون أنا رأيي خطأ، المشكلة أخذ برأيك أنت إلى آخره. نمرة ستة، الاهتمام بالشباب اللي هم حوالي 50-60% من المجتمعات المسلمة، بعمل برامج ثقافية اجتماعية رياضية كشفية اقتصادية إلى آخره لكي تستنفذ ثقتهم وتحقق أحلامهم بطريقة إيجابية. نمرة سبعة، مواجهة خطر الأزمة الحقيقي بتاعت الكورونا وهي الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي هذا المرض أو هذه الجائحة. نمرة ثمانية، أن تزداد إنفاقات الحكومة على الخدمات الاجتماعية كلها وعلى رأسها اللي هم الخدمات الاجتماعية الصحية، وعلى رأس هذه الخدمات الأطباء والصيادلة والممرضين والممرضات والعمال داخل مثل هذه المؤسسات الصحية. نمرة تسعة، رفع الوعي المجتمعي الإيجابي والذي يشارك فيه مين؟ مؤسسات الدولة، مؤسسات الحكومة، مؤسسات المجتمع المدني، مؤسسات القطاع الخاص، مؤسسات البحثية والجامعات والمؤسسات الأخرى. لابد نرفع الوعي المجتمعي لكي نستطيع أن نقف كشعب، نقف كمجتمع، نقف كأمة أمام مثل هذه الجائحة. نمرة عشرة، ودي مهمة جدا جدا جدا، تعتبر يعني قاطع في كل ما قلته، هو اتباع مبادئ الشفافية. الشفافية والحكمة الرشيدة والمساءلة والمناصرة والتعاون والتنسيق والحيادية وعدم الحياد والمراجعة مع الجميع، وأن نعلم الجميع أن القانون فوقنا ولا أحد منا فوق القانون. القانون فوقنا جميعا ولا أحد منا فوق القانون. فالسؤال هنا بقى بالنسبة لنا جميعا، هل الكورونا، أنا بقى أقول أسئلة غبية كده شوية عشان الناس تخرج إيه من الصندوق اللي هم عايشين فيه ده ومن الكنبة اللي عايشين فيها على حزب الكنبة، هل الكورونا جت لمحاربة الدين وخاصة الدين الإسلامي؟ الله أعلم، قد تكون التصرفات من بعض اللامسؤولين الذين يفقهون في الدنيا ولا في الدين. وهل الكورونا جاءت لمحاربة الإرهاب والتطرف والعنف، أم أن كل هذا سوف يحدث إمتى كنتيجة لتشدد اللامسؤولين عن إدارة شؤون الدول في محاربة الدين الإسلامي من خلال الادعاء بمحاربة الكورونا؟ دي المجموعة الأولى العشرة في الحل اللي بنتكلم عنه. أما المجموعة الأخرى بنسميها بيت القصيد، ففيها 8 أو 9 أشياء أخرى لابد أن نعملها أو أن نقوم بها. يعني بنتكلم عن منظومة، داخل هذه المنظومة أنظمة، داخل هذه الأنظمة مسيرات، منظومة أنظمة مسيرات تحقق نتائج، تقاس مثل هذه النتائج بأثرها على المجتمع المحلي الإقليمي الدولي. فما هذه، ما بيت القصيد هنا؟ أول نقطة في بيت القصيد التعليم، الاستثمار في التعليم، الاستثمار في التعليم، الاستثمار في التعليم بكافة أنواعه، التعليم الحكومي التقليدي، التعليم المهني الحرفي، التعليم المواهبي لمن كانت لديهم مواهب، التعليم المجتمعي المرتبط بالبيئة، التعليم التطبيقي المرتبط بالخوض في التجارب العملية. التعليم ليس نظام واحد، داخل هذا التعليم أنظمة 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 كثيرة. ده نمرة واحد. نمرة اثنين في بيت القصيد هو توفير فرص العمل لمحدود الدخل أو لمن لا دخل لهم، أو لمن لا دخل لهم. بمعنى إيه؟ بمعنى 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 أن أقيم لهم أسواق شعبية تستطيع أن تستوعب طاقتهم وقدرتهم وإنتاجهم البسيط لكي يتكسبوا تكسبا يوميا يتبلعون به رمق الحياة. بعدها إيه؟ اللي هو توفير فرص العمل. داخل توفير فرص العمل اللي هي الأسواق الشعبية، نمرة به تشجيع الحرفيات والمهنيات. مش كلنا هنتخرج من الجامعة، مش كلنا هناخد دكتوراه، مش كلنا هنحترم عشان معانا شهادة مكتوب عليها دال وره وعين. لا، الحرفي والمهني مهنته جميلة ومحترمة كالدكتور والطبيب والمهندس إلى آخره إلى آخره إلى آخره.
نمرة جيم، نستثمر في المشاريع الزراعية البسيطة سواء كان على مستوى البيت أو على مستوى الغيط. بمعنى إيه؟ حتى يعني في التفاكر زمان في حاجة اسمها زراعة بدون تربة، زراعة على الأسطح، زراعة على البلكونات إلى آخره، عشان نحرك المياه الراكدة دي اللي موجودة عندنا. الاستثمار أيضا في مشاريع التسمين، تسمين الطيور، تسمين الأبقار، تسمين المشاة إلى آخره، بحيث الأسرة تستطيع من خلال الدخل البسيط أو رأس المال البسيط أن يكون لها دخل من هذا. يبقى ده بالنسبة نمرة اتنين، هي توفير فرص العمل لصغار هم، حتى ممكن هيوفروها لنفسهم، بس أنا عليا إن أنا أجد لهم إيه؟ إن أنا أجد لهم المناخ المناسب داخل إيه؟ داخل الأسواق الشعبية. نمرة تلاتة في بيت القصيد اللي هي إيه؟ الاستثمار في إيه؟ في البحث العلمي. انا كانت التعليم نمره واحد، نمره ثلاثة البحث العلمي، نمره اثنين فرص العمل، علشان ما يكونش في شكوى من احد من المواطنين ليس له دخل. نمره أربعة الاستثمار في مجال التكنولوجيا، التكنولوجيا واسعه جدا، خاصه تكنولوجيا المعلومات. اغلب الاكاذيب التي تاتينا من العالم، سواء العالم اللي احنا عايشين فيه او العوالم الاخرى، هي عن طريق منصات التواصل الاجتماعي التي كان يقود نص او اكثر من نص المعلومات فيها خاطئه ومضلله وكاذبه. لابد نستثمر فيها لانها بتتحكم في صناعه المعلومه اللي قد يكون صادقه او كاذبه. نمره خمسه اعاده صياغه العقيده. عقيده مين؟ العقيده الامنيه، عشان يعرف رجل الأمن أنه يحارب الجريمة ويدافع عن المواطن لكي يحميه من الجريمة التي تقع داخل المجتمع. وإعادة صياغة عقيدة الرجل العسكري الذي لابد أن يعرف أنه يدافع عن الوطن ويدافع عن المواطن في الحدود الخارجية. فإعادة صياغة هاتين المؤسستين مهمتين ليه؟ لأنهم إنما أنشئتا من أجل الحفاظ على أمن المواطن وأمن الوطن في نفس الوقت. نمرة ستة إرساء مبدأ المساواة. مفيش خيار وفقوس، مفيش عبيد وسادة، مفيش مواطن درجة أولى ومواطن درجة ثالثة ومواطن درجة أبدا، مفيش أبيض وأسود وأحمر وأخضر وطويل وقصير، كل ده ما ينفعش، اللي هو المساواة. نمرة سبعة الحفاظ على مناخ الحريات الباعث للتدافع المجتمعي والإبداع. لن يوجد إبداع، حتى الإبداع الفني، حتى الإبداع الدرامي، حتى الإبداع الأدبي، حتى الإبداع في أي شيء، في جو كئيب من عدم وجود حريات عند المبدعين. دي نمرة إيه؟ سبعة. نمرة ثمانية أن نقوي بناء قطاع المجتمع المدني داخل الوطن التي تتشارك فيه كل أيادي وسواعد المواطنين المدنيين. فهم الذين ينشئون هذه المسيرة لتستطيع أن تبني الوطن، ثم تحافظ على كينونة الوطن، ثم تحافظ على مسيرة الوطن، ثم تحافظ على تقدم الوطن لكي يتقدم على أوطان أخرى، وتصبح هذه الشعوب بهذا المجال الحريات ذات المجتمع المدني قادرة على تمثيل هذه الأوطان في الخارج، ثم الدفاع عن هذه المجتمعات في الداخل. لما تسعى وديتك المكررة الاستثمار في الشباب، باب 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 50-60% من مجتمعاتنا هي من الشباب، ونقوم لهم كل البرامج التي تجعلهم هم قادة المستقبل، هم زهرة البلاد، هم عماد البلاد إلى آخر في كل مجالات البرامج اللي احنا نتكلم. يعني أنا أتكلم بقى وأختم هنا وأقول إن كل هذه الحلول وغيرها تتعامل مع الجائحة كمنظومة حلول مجتمعية. داخل المنظومة دي كما قلت من قبل فيها نظام وفيها مسيرة وفيها أدبيات وسياسات واستراتيجيات ومخرجات تقاس من أجل بناء المجتمعات. يبقى نتعامل مع أنها منظومة حلول مجتمعية لها نظام،
ومسيرة وليست ها اسمعوا لهذه وليست حلول فردية فعالية عشوائية متخبطة ومتضاربة. من أراد أن يحلم بأنه استيقظ في اليوم الثاني فحلت المشاكل في حلم بهيج ها قابلني مرة أخرى. نرجع مرة أخرى نختم نقول كل هذه الحلول تجعلنا نتعامل مع الجائحة كمنظومة حلول مجتمعية لها نظام ومسيرة وليست حلول فردية انفعالية عشوائية متخبطة ومتضاربة. ألخص ما قلته في خلال النصف ساعة الماضية في التسعة محاور التي تكلمت فيها. هل الكورونا يعني تعتبر الكورونا والدين والكورونا واللي هو اسمها ايه السفيرة العزيزة؟ التسع محاور أعيدهم مرة أخرى هم موجودين أيضا في الكومنتات عندكم. هل كورونا جائحة؟ هل الجوع العلاقة بين الجوع والكورونا؟ هل كورونا ستهاجمنا مرة أخرى في الخريف؟ وأن نحن مستعدون لها؟ لماذا الهلع الزائد من الكورونا والجوع والأمراض الأخرى تفتك الملايين منا؟ أوكي؟ ما هو مدى تفاعل الدوائر الرسمية الدينية المسلمة مع كورونا؟ ما آثار هذه الإجراءات التعسفية من هؤلاء من هذه المؤسسات على الانقسام المجتمعي؟ وكذلك ما هو العلاقة ما بين فلسفة فكرة فيلم السفيرة العزيزة والتغطية على ما يحاك لمجتمعاتنا؟ والأخيرة هي الحلول وهم حوالي 19 نقطة، 10 نقط أساسية و9 نقط هي بيت القصيد. جزاكم الله خير، نلتقي غدا إن شاء الله الساعة 6 أيضا بالمحاضرة باللغة الإنجليزية tomorrow إن شاء الله. We'll meet all of you 6 o'clock UK time in English. The same talk which is Corona, religion and Princess Aziza. What is the relationship between the three? 6 o'clock tomorrow morning, evening UK time 8 o'clock Makkah time. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم على حسن المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.